وسهلا البنات، اهلا وسهلا الميمات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين. جيت معكم هاد الفيديو البنات من العشيه، كون غيكون واحد الروتين اللي مسائي كل وحده كاع، اولا غيكون واحد النهير اللي مسائي غيكون كل وحده كاع ان شاء الله، والطاقه الايجابيه اختي ضروري ومؤكد، راكم عارفين خصكم دنيا مع الحداقه. تمنيش من اللايكات ديالكم وهانتوما ان شاء الله معايا في هاد الفيديو. الخاميه قولوا كيفاش جاتكم؟ واخا صراحه تعذبت مع مين كيكونش راجلي هو اللي كيعاونني، جاتني صعيبه وما لقيتش البنت تسميتو، ما لقيتش المسامر، درت غير بالطارمو غير بالفيسات وما بغاوش يدخلوا ليا. دابا غير مؤقتا هكا ضروري اصلا هنايا غير مؤقتا باش تبقى بحال هكا هكا، حتى ان شاء الله ملي ناخذ ان شاء الله مسامر وداك الشيء غادي نعلمها. هو الصراحه زوينه وكتستر كبيره كبيره، واخا فيها دي سيراختي ديال الكوزينه، دي خامي ديال الكوزينه، ولكن انا غنستعملها للبيت. واخا راه قلتو لي دنيا واخا ديري خاميه راه غيدخل لك الفرن غيدخل، انا عارفه البنات. كاين اللي قالت لي كون خديتي شي ماريو، علاش خديتي شي ماريو بحال هكا؟ كون خديتيه بباب ديالو، انا الباب ما خديتوش باش ما نكذبش عليكم، حتى انا ما كنشوك يعني ماريو كيتسد وحوايجي يكونوا في الامن، ولكن انا عطيت ليه واحد البنت مسكينه واحد المره الله يجازيها بالخير، فكنقول لها شكرا بزاف. قالت لي صايبي ليه البيبان ديالو، ولكن ملي سولت على البيبان ديالو لقيت بان البيبان ديالو غلا منه باش انك تشري واحد جديد عاوتاني. صافي انا معديه بها البنات ان شاء الله حتى يحل مولانا. ها انتما دابا راه تستر ليا الدنيا، وكيجيو عندي البنات هكا حتى الناس على خفله كنخص تكون هكا في الدنيا مستوره. صافي هذا مكان سخفت. دابا ان شاء الله البنات باغا لقيتيني غادي دابا يلاه ساليت الماريو مع صايبتو وداك الشيء، وغدا معروضه عطاني واحد المتتبعه غير هنايا كاينه البنات في عابر حدايا. المهم هانتوما ان شاء الله غادي تفهموا كلشي، غادي نصايب ان شاء الله كل حاجه للكوتي، وغادي نديها معايا اسراء راه غادي نديها دابا للمدرسه ملي غتخرج مع 6 ونص ان شاء الله، غادي نتعرض ليها نجيبها ونمشيو عند السيده. صراحه ماشي كامل هي اللي غادي يقولوا لي واش كامل، هي ماشي كامل، هي واحد الانسانه درويشه بزاف بزاف بزاف، ظريفه بزاف بزاف. التليفون كيصوني وهذا ما كان قلت لكم غادي ندي ان شاء الله بنتي للمدرسه، غنجي نكون نطيب شي حاجه للكوتي. قالت لي جيه كوا دركو. والصراحه البنات انا راكم عارفين ديما كنصحوا يدوني حاول انك تبعدي من الصحابات، فانا باش ما نكذبش عليكم البنات انا ما دازش عليا القليل من الصحابات، انا حيت واحد الوقت كنت ما كبرتش ما كانوش عندي صحابات انا كنت صغيره، فملي كبرت غير اللي قالت لي صاحبتي كنتيقها، وعاوتاني درت القناه كملت القضيه من درت القناه صافي، ثم اللي قالت لي اختي ولا صاحبتي كنتيقها ونضحك. راكم شفتوا شحال من حاجه دازت عليا هاد العامين هادي، كنحمد الله وكنشكر عليها، وكل حاجه كدوز عليها كنقول كنحمد الله وكنشكر. هضرت معها شي مده وانا كنهضر معاها في الواتساب، لان الاغلبيه ديال صحاباتي كنهضر معاها في الواتساب كنتواصلوا وكنضحكوا، وماشي كلشي تاني غتدخلي لداركم وماشي كلشي غادي تيقي فيه. فانا بلا الصراحه كنعرفها فين كتسكن، وتلاقينا وبنتها كتقرا مع بنتي في نفس المدرسه وسبيتو، وقالت لي واش تجي عندي هكا ديال الكوتي، قلت لها جي عندك. انا الصراحه الناس مع راجلي عايقين في الدار راكم عارفين، ففضلت نمشي انا، قلت لها غنوجد شي حاجه من عندي انا وغادي نجيبها معايا. وسميتو حاجه اخرى، الحاجه اخرى المهمه اللي خلاتني اني غنمشي عليها انها ما عندها قناه، ما كتفكر دير قناه ما حتى شي حاجه، فانا حيت كاين اللي كتقول انا ما عنديش قناه كتدخل كتقول انا لا راه عندي قناه، ما كتكونش معاك صريحه من الاول. فانا مدة هذه قالت انا ما عنديش قناه وعمري غادي ندير قناه، انا بغيت كلي الله في سبيل الله. فكنفرح ملي شي واحد كيبغيني لنفسي كدنيا ماشي كيبغيني حيت عندها القناه، فهمت شنو بغيت نوصل لكم البنات؟ هضرت عليكم الفيلسوفه دنيا. يلا عاد جاتكم بغيت نقول لكم هانتوما كنحتاج فيها البنات الدقيق، الدقيق على حسب الخليط اكيد، هنا واحد الخميره هنا فانيه، كاسون تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، خبيسه تاع الملح غير شويه ماشي باين شويه، هذه ما غاديش نديرها كامله غندير غير النص ديالها، ثلاثه المعالق ديال السنيده يكونوا كبار، وجوج بيضات. نبدا ان شاء الله معايا باش باش نقاد ان شاء الله بانكيك. المهم البنات صافي هنا ان شاء الله غنبدا نصاوب في البانكيك، قلت نشارك معكم جاني البنات اسهل حاجه غادي نديرها لانها ما علمتنيش بكري. دابا انا كندير معكم وانا راه جيت للدار، اش غنقول لكم واحد الانسانه الله يعمرها دار. المهم البنات هنا غادي ندير شويه الملحه، درتها البنات سنيده ثلاثه ديال المعالق ديال السكر، قلت لكم المقادير بلا ما نعاود نقولهم لكم. غنخلط ان شاء الله البنات كلشي، درت البنات واحد الفانيه واحد الخماره، كاسون تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، وكل وحده البنات والطريقه ديالها. راه هنا فين كنبقى نقول لكم كاين اللي كتقلق ما كيعجبهاش الحال ولا ما عرفت. انا راه كنقول لكم كنهضر بالعفويه ديالي، فنتمنى انكم ما تقلقوش مني. وبعد البنات البنات الصراحه هاد الايام ماشي ما بقيتش كنجاوب في التعاليق، لا البنات راه كاين شي ظروف اللي ما راكم عارفين، شوفوا ما بقى كتبقى كتبغي تعاودي كتسمي
كيردو سعايا كيردو كنتو بزاف د الحوايج، فانا ما كنبغيش نقول. فانا الناس اللي مقربين ليا واللي كنهضر معاهم ديما راه عارفين الوضعيه وكلشي، فانا ما كنبغيش نهضر. هادشي علاش ما قلتش، باش كندخل بزاف نقرا التعاليق. والله العظيم هذا مكان ما كنبغيش نبدا الصراحه، ما بقيتش كنبغي نعاود. انا كنبغي نعاود لكم حيت نتوما عائلتي، اللي لان راه كاين اللي عندها عائلته وغدوك نتوما عائلتي الثانيه. انا ما كنقولش لكم نتوما عائلتي الثانيه حيت نتوما عائلتي الاولى والثانيه، حيت انا ما عنديش عائله، عندي الله سبحانه وتعالى وبنتي وراجلي ونتوما. انا اللي غتولدوني راه عندك عائلتك يا راجلك وبنتك فعلا، ولكن ضروري كيخصك هكا بنت خالتك بنت عمتك بنت باباك ماماك نتوما كلشي، نتوما فيكم الخير والبركه ياكو البنات، لا كلشي فيكم، حيت لقيت فيكم بزاف د الحوايج والله اللي كنت محرومه منهم ملي كنت صغيره، لقيتهم فيكم. واحد المتبعه اللي داك النهار تلاقيت معاها قد الام ديالي ولا كبر كاع، ومسكينه شدة كانت هي والزوج ديالها. تخيلوا البنات عنقوني والله العظيم الا الدموع، ما بغيتش نحبسهم، ما بغيتش نقولها لكم، ولكن يلا جابتها الفرصه وقلتها لكم دابا. عرفت شنو نقول لكم؟ من اطيب خلق الله كتشوفوا داك المراه وراجلها النور على وجههم تبارك الله ما شاء الله. وعنقوني ولي العزيزه علينا بنتي دنيا، غير لي اعتبرني انا باباك واعتبري هذه مامك، وزعما شكرا لكم بزاف والله، ليا الشرف انكم كتبعوني والله العظيم. صافي هنا البنات راه طيبت البانكيك ديالي، بقات لي غير بقاو لي جوج صافي ان شاء الله. لبست البنات جلابتي لانني غادي نمشي، باقي ما لبستش جاب، ولكن غنلبس جلابتي وغادي ندي معايا ان شاء الله البنات داكشي في ايديا، وغادي ناخذ اسراء بالشكار تاع من تما، وغادي نمشيو نمشي عند السيده اللي عارضه عليا. الصراحه البنات ما بغيتش نمشي بيدي خاويين، حيت قالت لك الكوتي غادي نديروه مع ديك علمتني مع ديك علمتني مع ديك ثلاثة ونص صافي. هذا ما كان ما بغيتش البنات الصراحه، لانني ما صايبتش طوندور اللي غتبغي دنيا ديما كتقولي غادي تصايبيه وما صايبتيش. والله العظيم الا وليت كتبقاي مقابله المشاكل كتخلي الهم ديال الكوزينه، كتقولي الكوزينه تسنى مقابله الهم ديال الدنيا. والله العظيم ما نكذب عليكم البنات، والله العظيم زعما شوفوا قال لك المهم خليني ساكته. انا عارفه راسي الا بقيت ندوي صافي غير خويا مزيوده كامله، وانا بغيت نعاود كلشي الصراحه. صافي البنات انا لبست جلابتي، قربت البنات انا راه سميتو قريبه سته. انا كنمشي البنات للمدرسه البنتي قبل الوقت، انا راكم عارفين ضروري كنخافوا على وليداتنا في هذا الوقت. هنا صافي البنات راني طيبت لي بانكيك بالزربه، زربت عليهم غادي نديهم كاملين. صراحه البنات عندي الشوكولاته وداك الشيء نوطي اللي كنت ديك المره باقي عندي، قلت لها واش نجيب معايا الشوكولات، قالت لي ما تجيبي والو، قالت لك جيبي غير داك الشيء اللي صايبتي، قالت لي ما تصايبي والو، قلت لها لا ضروري تنصايب شي حاجه. وحتى بنتي البنات صراحه كانت مشهياهم فصايبتهم وديت بحال هكذا. والصراحه البنات شنقول لكم، واحد الانسانه ما شاء الله عليها الحداقه والزين تبارك الله. انا كنقول لكم متتبعاتي راه زوينات وما كتيقونيش، الزين تبارك الله والاداب والتواضع البنات. والله الا قالت لي حيدي جلابتك لبسي، قلت لها غير خليني بحال هكذا. غير هي البنات صراحه ما عندهاش قناه، ما قدرتش نصور حتى الطبله، لان كانت عدوستها كانت ماماها. المهم حيت ساكنين كلهم في واحد بارطمات، كلهم بارطما حدا بارطما، فهذا مكان. ومسكينه البنات شحال دعاو معايا، ودعاو معايا ان شاء الله باش نلقى شي سكينه، ودعاو معايا الخدمه للزوج ديالي. فكنقول لكم شكرا بزاف والله الا راه كنفرح بحال هكا المتبعات ديالي اللي عرفتي شنو، اول واحد يعرض عليك ويدخلك للدار وراه ما ساهلاش، راه خاصك تكوني مهم صراحه. والله ما بغيتش نبكي، ولكن راه ملي كيدخلك لواحد الدار وصافي راكم شتون بلا كتقولي نتوما براسكم، كتقول لي الدنيا ما تبقاش غير اللي جا تدخليه لدارك، راه دار راه ماشي اللي جا ندخلوه لدارنا ونبركوه في فراشنا، فيه عندكم الحق. انا غنبان معاكم نهضر معاكم. لقيتهم دابا صافي غادا خارجه صافي، وجدت لبست جلابتي دابا راه باقي ما وصلتش السته، غادي نمشي نتسنى بنتي اسراء باش تخرج، حيت قريبه لتما، من تما غنطلع عندها للدار ان شاء الله. انا البنات ديت تاني البانكيك ديالي الشوكولات، قلت لها واش نجيبو عندي البنات الشوكولات، قالت لي لا، قالت لك راه كاين الشوكولات وداك الشيء صافي. قلت بلا ما ندي سولتها، قلت لها واش نجيب معايا الشوكولات واش ما عندكش، نجيبو. وما بغيتش البنات نديرو، ما بغيتش نزوق، كنت باغا ندير البنات البنان ونزوقو، ولكن ثاني راكم عارفين كاين اللي ما كيبغيش، يبغي هو ياكل على الطريقه ديالو، ففضلت اني نخليه طبيعي وكنت نمشي عندها. وبغيت نقول شكرا بزاف للملكه ملكه مالك، متتبعتها هي وفيه بزاف بزاف، غنبرك متتبعه اللي هي وفيه بزاف بزاف. مسكينه قالت لي قريت التعليق ديالها غير دابا
قالت لي المهم قالت لي راني حلمت بك شريتي الدار. المهم حيت هذا الفيديو هذا كندير التتمه ديال. المهم قالت لي مسكينه حلمت بك شريتي الدار يا ربي ان شاء الله الواقع. حتى ملي قالتها ليا غير ملي قالت هذيك غير ديك انها قالتها تيقت راسي وقلبي تهز وقلت يا ربي. وانا حتى البنات التليفون وانا نقول يا ربي تحقق لي هذا الحلم ان شاء الله وانتهنت انا من هذه التمره وهذا. فشكرا لك بزاف اختي مليكة مالك. نتمنى انك كتبتي تعليق كتبي باش يعرفوا الناس راه بصح كتبي. قالت لي حلمت بك البارح خير وسلام بحال شريتي الدار قالت لك فرحت لك في الحلم. شكرا لك بزاف وراك شداني في قلبك وك شكرا. حيت ملي كتحلم بك الواحد الا وكتكوني عزيزه عليه وكيبغيك وهذا كنقول لك شكرا بزاف بزاف. وحتى نتوما البنات شكرا لكم كاملين بوسه لكم من عند اختكم دنيا. الصراحه غير النهار اللي غبرت عليكم كنحس براسي بحال غبرت سيمانه بحال باش كنحط البنات نهار اهو نهار لا بغيتش نغبر. مهم هي ما كتكونش صراحه الخلصه البنات وكتكون راكم عارفين دابا البنات اللي غادي يعرفوا. فواخا ما غاديش نتخلص فخصني نصور باش البنات ما باش تبقى المشاهده عندي شويه طالعه وباش البنات يبقاو عاقلين عليا ديما. لان بزاف دخلوا عندي سولني غير دنيا دابا ما غاديش تخلصي شنو غادي ديري البنات راني غادا. المهم راه صعيبه شويه انك ما تخلصيش لان بزاف المسؤوليات. انا ما كنتشكى على حد ولكن المسؤوليات بزاف الحوايج اللي كيكونوا تابعينك وهذيك الخليصه راه كتنفعك سواء جاتك في هذا الشهر ولا ما جاتش ولا جات في الشهر اللي موراه ولا جات في شهرين فهمتوا. بعدا ملي كتشديها راه كتسدي بها واحد الباب ضروري داك الباب راه كتسديه بها وكتعتقي بها شي موقف. فالحمد لله على كل حال. غادي ندي معايا ما عرفتش نصور ولا لان ما عرفتش ما عرفت تقدر ما تبغيش ولا شي حاجه. كنت باغا ندي معايا هذه ديالتي التريبي ديالي باقي البنات صراحه ما شريتش الكبيره ان شاء الله دعيو معايا البنات دعيو معايا باغا نشري الكبيره لان هذه راه هذه غير ديال الطوموبيل ديال شي بلاصه باغا تهضري اولا ديال باغا تعجني ولا هذا. انا باغا ديك الكبيره ان شاء الله باغا نشريها دابا عام باش تهرست لي وباقا ما شريتهاش باغا نشريها ان شاء الله تكون فيها البوله الضو ويكون فيها باش ان شاء الله تبان لكم الاضاءه احسن وتبان لكم دنيا في شكل اخر ان شاء الله. يلا البنات واقيلا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساونيش من اللايكات ومن الدعم ديالكم ونتلاقى في فيديو الغدا. السلام عليكم. دابا انا غادا ندير الكوتي اختي غنمشي نجيب بنتي ونمشي عند السيده ما بغيتش البنت نقول سميتها لانها ما عندهاش قناه. يلا باي باي عليكم.